السلام عليكم اخوان المشاهدين. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه عالميه هي الباستيشيو. باستيشيو بالفريت. هنا عندنا الفريت تقريبا ديال جوج اصفار. هنا عندنا جامبو داند، فرماج موزاريلا وفرماج شيدار، كريم فريش تقريبا 150 سنتيلتر. هنا الاواني اللي غنطبخو بهم. عندنا جوج ديال جوج اصفار. ايوا تبعوا معنا المراحل مع الشيف السي محمد. هنا عندنا كما كتشوفوا هنا خليط ديال بين كريم فريش و جامبو داند، قليل من الملح والابزار، ويمجز الكل. هي واحد الوجبه سريعه يعني في الدار. يعني كنضيفوا ديك المقدار ديال الفريت، يعني تقريبا عندنا جوج ديال الاشخاص حتى ثلاثه. هي سريعه يعني في الدار، دقيقتين او ثلاثة حيكون يعني الباستيشيو جامبو فريت ساموج. كما كتشوف يعني كتزيدي الشاف يزيدنا شي الكريمة باش حتى البطاطا تشرب لاكريم مزيان. تجي شوية فيها شوية لاصوص، متجيش البطاطا ناشفة كما كيقولنا الشاف، تجي شوية لاصوص فيها حتى الانسان اللي ياكل يعني ياكل، ماشي يجي البطاطا تعرف تشرب لاصوص بزاف. هو كنضيفو فرماج موزاريلا باش يعطيني زيد تعلق داك الشيء. صافي الوجبه ديالنا واجده، يدير فيها الشيف ومن بعد ندوها سلام ان شاء الله. بطاطنا جاي جوج ديال الاشخاص، ياكلوا بالصحه والعافيه. كتشوفوا كن كيديروا في الاناء اللي غندخلو تحت الصلاموط، كتزيد في الفرماج باش تكراتيناج، باش تكراتينا مزيان. عندنا هنا فرماج سيدا هو ثاني كتحط المذاق رائع، يعني كيتزاد تا هو كتحط المذاق ديال المونتاج، يعني كضر حد الزين حط قطعة ما عندوش الفرماج الأصفر. إذا فرماج المربعات العادي تا هو زوين، ولكن الأحسن لو كان الأصفر هذا كيتحط المذاق أصلي جد رائع. الشفا هو ديالنا ونمشيو معاه ثاني. هما كما كتشوفوا هما تحمروا لنا وعطاو واحد المنظر جميل جميل جدا. الثانية هاهي هادي مازال شوية، هادي حيت كتف النار الأخرى بعيدة عليها. ونكملو ونرجعو من نحطو كلشي في طبق التقديم. كما كتشوفوا هكا كي كل المنظر ديالهم بعد تقريبا في الصالامون زاد دقيقة ما كاملهاش لجوج. وبالنسبة للتزيين يمكن أن تستعمل قزبر ولا معدنوس اللون الأخضر، كيعطي منظر جميل فقط للتزيين. خليك ندير واحد التصوير سمحتي.